وأول بشائر هذه الوعود كانت مثلا سكن كريم لعيش كريم. طبعا هناك فئة استفادت وهناك فئة بانتظار دورها، 100,000 مواطن بانتظار سكن كريم وعيش كريم بكرامة إن شاء الله. طبعا هناك أبعاد أخرى عديدة ذات يعني طابع اقتصادي. سيكون معنا هذا الصباح دكتور مازن مرجي الخبير الاقتصادي الحديث للإجابة. أهلا وسهلا دكتور مازن. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. الله يسعد صباحك. زي ما قلت قبل شوي، إحنا الناس العاديين، لا إحنا خبراء اقتصاديين ولا علماء اجتماع ولا ضليعين بالسياسة، عندما نقرأ خطابات جلالة الملك أو نستمع لها في وسائل الإعلام، كل واحد يلتقط ما يهمه، يعني قلة اللي بيقدروا يقرأوا الخطاب قراءة منهجية شاملة، يقرأوا المشهد كله. الآن اتفقنا أن نتناول البعد الاقتصادي، نعم. علما بأنه يعني بدهاش كل واحد يكون عبقري حتى يربط الاقتصادي بالاجتماعي والاجتماعي بالسياسي، صحيح. هي دائرة واحدة وهي one package كما يقال هذه الأيام. دكتور مازن، قراءتك الانطباعية الأولى قبل أن ندخل بالتحليل الدقيق، يعني يمكن دردش أمامك وفكرنا، نعم. بصوت عالي ببعض القضايا، نعم. بس كلنا معلقة أمالنا على زيادة الرواتب، لكن هناك تضخم وصار هناك وعد بربط الرواتب بالتضخم. ما بعرف لأي حد هذا كيف يحلل الاقتصادي هذا الكلام. ستي كمواطن بداية، يعني مثل ما انطباعك أنت، أنا انطباعي نفس الشيء أو أي مواطن آخر، نعم. الانطباع الأولي هو أن الملك يهتم بمواطنيه، هذا، نعم. الانطباع الأولي. وبالتالي الانطباع الآخر أن هذا الملك جلالة الملك يعرف كل شيء، وبمعنى آخر هو يتحدث عن كل شيء، وبالتالي هو يضع الحلول ويبعث برسالة واضحة لمن ليس فقط للمواطن وإنما لصاحب القرار الاقتصادي وصاحب القرار السياسي وصاحب المسؤول في الحكومة لكي يلتقط هذه الرسالة ويطبقها. إذن هذا الانطباع الأولي، إنه كل شيء تحت عين ونظر جلالة الملك، وهو مهتم بكل صغيرة وكبيرة، وهو معني بكل مواطن، نعم. بمعنى أنه يريد توزيع عادل لمكتسبات التنمية ليس فقط مناطقيا كما قال جلالة الملك، وإنما أيضا على شرائح المجتمع كافة بحيث تشمل كافة المواطنين. إذا فهمنا هيك احنا من الأول، بيجي التحليل. التحليل المطلوب مش بس فقط من المراقبين والمحللين والخبراء، وإنما أيضا من أصحاب القرار ومن متخذي السياسات العامة اللي هم الحكومة الفريق الوزاري، يعني الفريق الوزاري وأيضا المسؤول على مختلف مستوياته، نعم. كيف يلتقط وكيف يحول هذه التوجيهات اللي هي توجيهات يعني تقريبا تصل إلى حد الأمر بتنفيذ مشروع معين، فكيف يلتقط هذا الأمر وكيف يحلله، ومن ثم كيف يضعه في برامج، وكيف يأخذ بعين الاعتبار وزير المالية على سبيل المثال، وزارة المالية كيف تأخذ طلب جلالة الملك وتوجيه جلالة الملك بتحويل بربط الرواتب بالتضخم، وبالتالي تحويله إلى 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 زيادات في دخول المواطنين خلال بداية العام القادم. هذا إذن يأتي دور صاحب القرار، عنده الأرقام، عنده العجز بالموازنة قديش، عنده المساعدات قديش، وعنده دخل الضرائب وغيره، فيقوم بعمل الموازنة على أساس أن توائم حاجات الحكومة وتوائم مخططات الحكومة اللي هي الرأسمالية المشاريع الكبرى والمصاريف الجارية، ومن ثم كيف تستطيع أن تدخل ما توجه به جلالة الملك من زيادات في الدخول أو في سكن كريم وعيش كريم ضمن هذه الموازنة، وكيف تستطيع أن تمول من خلال الإمكانات المتوفرة في 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 الحكومة أن تدخل هذه المخصصات وترصد لتحقيق أهداف وغايات جلالة الملك. بس نحكي أيضا ببساطة، ببساطة وليس بلغة الخبراء والمتخصصين، يعني كلنا يعرف أننا الأردن يعاني من عجز في الموازنة، عجز دائم. يعني نفسي مثلا سنة من السنوات كل من يسمعنا يعرف أنه يسمع والله خطاب وزير المالية أو دولة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب أنه خطاب مريح، نعم. يعني وقعه مريح على النفوس. دائما عندنا عجز متكرر، هذا أولا. عندنا مديونية عالية وهناك معونات خارجية الله يريحنا منها، يعني مش كتير الواحد مستمتع أن تكون دولته مادة إيدها لمعونات خارجية، نعم. يعني نحكي ببساطة المواطن العادي. الآن كل هذه الوعود التي تفضل جلالته بها، هل تتفق مع
هذه المحددات إذا جاز التعبير؟ أنا اللي بقوله كالآتي، وتحدثت على أحد الفضائيات قبل يومين، أنه سئلت عن شح الموارد وكيف يمكن تطبيق ما جاء فيه خطاب جلالة الملك. وأنا بقول أنه إحنا في الأردن لربما نتميز رغم صغر البلد ورغم شح الموارد بعبقرية الإنجاز. بمعنى آخر، قدرتنا على الاستفادة أو تحويل هذا القدر القليل من الإمكانات وتعظيم الإنجاز وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج، وهذا استطاع الأردن أن يحققها منذ الخمسينات ولغاية الآن. لكن هذه العوامل تفضلت فيها، العجز في الموازنة، العجز في الميزان التجاري، الديون الخارجية والآخر، كلها فيها طرق كثيرة للتعامل معها، ولا نستطيع أن نستغني عن المساعدات الخارجية، لأنه المساعدات الخارجية جزء من العلاقات بين الدول، ويعني لربما تكون هي من ميزات الأردن، لأن محبة بالأردن ومحبة وثقة بسياسات الأردن الاقتصادية بشكل عام، هي تقدم أن هذه المساعدات التي تكون قد تكون مساعدات يعني مجانية أو قد تكون مساعدات على شكل قروض طويلة الأجل وبفوائد قليلة. فإذا هذه المساعدات حاجة أساسية وتغطي جزء أساسي من موازنة الدولة. إن شاء الله نصل للمرحلة إحنا نساعد الآخرين. إن شاء الله إحنا يعني عم نساعد الآخرين بكفاءاتنا بمواطننا. إحنا عندنا قلنا مرتكزنا الأساسي في الأردن ليس الثروة الطبيعية بالدرجة الأولى، وإنما قدرة الإنسان على استنباط الحلول واستغلال الموارد، وبالتالي أيضا الإنسان المتعلم الذي يخرج من الأردن إلى الخليج وإلى العالم كله حتى يعني يأتي بالخير ويساهم في بناء بلده. إذن نحن قدراتنا الذاتية ليست هي المعيار الوحيد لقدرتنا على إنجاز الأفكار اللي تفضل فيها وقدمها جلالة الملك. إذن عبقرية التفكير الأردني التي نتمنى أن تكون حاضرة في استقراء ما أراده جلالة الملك، وبالتالي الخروج مهم جدا. لما تحدث جلالة الملك عن شبكة أمان، منظومة أمان اجتماعي، وسبق تحدثنا في هذا الموضوع، كيف نستطيع أن نخرج أكبر عدد من الناس من حلقة أو من بؤرة الفقر المدقع إلى بؤرة الفقر العادي أو إلى الدخل المحدود. هذه أرقام ببساطة شديدة جدا، يجب أن نحط أو نضع سقف معين. نقول فضلا حكينا قبل فترة 300 دينار، يجب أن لا يقل دخل أي أسرة أردنية بالمطلق عن 300 دينار. كيف نحقق ذلك؟ صندوق المعونة الوطنية عنده حوالي 7 يعني حوالي 250,000 بني آدم إنسان، يأخذ 180 دينار. أنا كان أحد المقترحات لابد من السماح لهؤلاء الناس بأن يعملوا القادرين على العمل. هو في إشارة من خطاب جلالته إلى ذلك. المستحقين ويصل الدعم إلى مستحقيه وإلى محتاجيه. إذن الدعم هو ليس رقم وإنما هو آلية لخروج بهؤلاء الناس، وأيضا آلية تدريب. لماذا ندرب من يتلقى صندوق المعونة الوطنية؟ ندربه حتى يستطيع أن يعمل. حتى يستطيع أن يعمل يجب أن نفتح له مجال. أول شيء إنه الدخل موجود ولكن يستطيع أن يعمل إلى أن يرتفع فوق هذا السقف اللي هو خلينا نقول 300 أو 350 دينار للأسرة. أنا بطلعه من صندوق المعونة الوطنية، بخرجه. مش انه انا بقول ممنوع تتحرك من مكانك، واذا تحركت انا ساقطع عنك المعونة الوطنية، وبالتالي هو يستكين ويستقر. وهذا اللي مش هذا يعني هذا هي خطيئة في حق الملك. طبعا خطيئة في حق المواطن اولا، وخطيئة في حق دولة تحترم مكوناتها. هو جلالته أشار لوزارة العمل وأهمية التنسيق ما بين وزارة العمل وجهات أخرى. نعم. يعني تعمل على التدريب والتشغيل، القوات المسلحة، يمكن مؤسسة التدريب المهني اللي هي تعمل في مظلة أيضا وزارة العمل. قراءتك أيضا كخبير اقتصادي، هذه السياسات كيف تترجم الآليات؟ وما بدنا نبخس أنه في إنجازات في هذا الصدد. نعم صحيح. يعني الحمد لله، يعني لكن ما زال هناك بعض من استمرأ مد اليد للآخر. مزبوط. في ناس خلص يعني ثقافة الفقر صار يعني يفتعل الفقر حتى يعني يحصل على معونات. هل نحتاج إلى آليات جديدة أم الآليات التي طبقت حتى الآن كافية لذلك؟ أعتقد الآليات اللي طبقت هي في 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 بدايتها هي صحيحة، وهي تتوجه بالاتجاه الصحيح. لما نحكي إحنا عن مناطق الفقر المدقع اللي يسموها بؤرة وسميها يعني مناطق معينة معروفة لدى وزارة التخطيط ومعروفة لدى يعني أجهزة الدولة كافة. ولكن اللي بصير إنه المخصصات زي برنامج التحول الاقتصادي أكثر من 400 مليون دينار صرف، ولكن لم يحقق الغايات. لماذا؟ يجب أن نتساءل
كيف أين ذهبت هذه مثلا 400 مليون؟ كيف صرفت وعلى ماذا صرفت؟ إذا نطلع كاقتصاديين نجد أنه نسبة لا تزيد عن 25 إلى 40% صرفت على فعلا على تحقيق غايات هذا البرنامج من محاربة الفقر وزيادة شو اسمه فرص العمل. إذا لابد أن نعيد تقييم هذه التجربة وأن نصحح الأخطاء التي حدثت وأن نزيل كل ما يشوبها من لربما فساد، لربما يكون في أحد سوء إدارة، لربما أي سبب كان، بحيث أن 400 مليون إذا كان في 400 جداد تذهب فعلا إلى محاربة الفقر، وبالتالي خلال سنة إلى 5 سنوات أنا أكون نزل عندي نسبة الفقر من 14 إلى 9%. يجب أن يكون عندنا هدف نحققه، ليس هدف عام أن نقول سنقلل من نسبة البطالة، سنقلل من نسبة، يكون عندنا رقم فيجر، يعني رقم نصل. بدنا نقول الحكومة هاي بتقول أنا بدي بعد ما أنتهي من حكم بعد سنة أو سنتين أكون نزلت نسبة الفقر إلى 12%. وتبحث عن كل وسيلة، ولا ينقصنا لا الخبراء ولا الأفكار ولا المعلومات ولا ينقصنا المادة، لأن البرامج موجودة والفلوس موجودة. أنا باعتقادي أنه في شيء يكفي، ولكن كيف نصرف هذه الفلوس، كيف نوصلها إلى الأشخاص المعنيين أو الجهات المعنية، وكيف نستثمرها الاستثمار الأمثل. وهذا دور الاقتصاديين، مش دور بلا مؤاخذة السياسيين ولا دور البرلمانيين. البرلمان هي طالب، لكن أنا كاقتصادي ككبير كوزارة تخطيط كوزارة مالية كوزارة عمل كوزارة صناعة وتجارة، أنا أعرف بالضبط كيف أستطيع أن أصرف هذه النقود وكيف أحقق نتائج هذا البرنامج. جذب الاستثمارات، جلالة الملك كان واضح، وجلالة الملك لما حكى كلمة مش عاطفية، لما قال أن نركز على الاستثمارات العربية، الاستثمارات العربية مع التجربة. أنا كنت في تشجيع الاستثمار سابقا، ونعرف أن المستثمر العربي مستقر في الأردن أكثر، ويهمه أن يكون مستثمر على الأجر الطويل. وحاليا جلالة الملك حكى قبل عدة أشهر قال أنه في أموال هائلة في الخليج، بدنا نلاقي طريقة أنه نجذب أخواننا من خلال استقرار البلد، من خلال الترحيب فيهم، أنه يشعروا هذا وطنهم. كيف نستطيع أن نحول توجه جلالة الملك بأن نجذب أكبر عدد من المستثمرين الخليجيين من أخواننا العرب إلى الأردن، ليس فقط في العقارات لأنه هاي الموضة الماشية، وإنما أيضا في الصناعة وفي السياحة وفي الخدمات الطبية وفي كل القطاعات التي ممكن أن تكون مجدية اقتصاديا. إذن هذا دور مين؟ دور تشجيع الاستثمار، دور وزارة الصناعة، دور وزارة التخطيط، دور تسويق هيئة تنشيط السياحة. يعني في جهات كثيرة معروفة، وبالتالي ما عليها إلا أن تضع الأشخاص المناسبين والبرامج المناسبة، ومن ثم ترصد المبالغ وتحقق أهداف كل برنامج تضعه، وبالتالي هناك من يحاسب، ليس ديوان المحاسبة. يجب أن يكون هناك هيئة اقتصادية تأتي على تشجيع الاستثمار وتقول يا تشجيع الاستثمار، أنتوا أخذتوا البرنامج الفلاني بعد سنتين شو بالضبط سويتوا؟ متابعة، يعني متابعة، وبالتالي ماذا تحقق نسبة النجاح من الخطة اللي احنا وضعناها. فبالتالي في بيسموه بالإحصاء مجربل، إشي قابل للقياس، القياس. أرقام قابل للقياس. إذن أنا قادر أني أقيس الأشياء وبناء عليه أصحح وأغير، وبقيم ناس وبحط ناس لأجل الوصول إلى الهدف الأسمى اللي هو التنمية الاقتصادية، محاربة البطالة، التقليل من نسب الفقر، وبالتالي المواطن الأردني يشعر بثمار التنمية الاقتصادية تصل لكل مواطن أردني بالكرك قبل عمان، وبإربد قبل العقبة.